أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع إجمالي المعاملات المساحية الواردة إلى إدارة المسح العقاري بالجهاز ليبلغ 3000 معاملة خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024 بعد أن تم تحويل المعاملات المساحية إلى المكاتب المساحية الخاصة ومنحها صلاحية إنجاز المعاملات المساحية بكامل مراحلها. ونوه سعادته بان ذلك ياتي في اطار تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص بغيه فتح افاق اوسع لتنويع قاعده الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال القطاع العقاري باعتباره احد القطاعات الرافده لاهداف المسيره التنمويه الشامله موضحا ان ارتفاع حصه انجاز المكاتب المساحيه الخاصه من المعاملات بلغت 71% بعد ان كانت 43% خلال عام واحد فقط، الامر الذي يؤكد بالتوازي ان ارتفاع معدل الانجاز الى حوالي 50% عن معدلاته السابقه، فضلا عن تقليص الاجراءات المتبعه في المعامله المسحيه الى سته اجراءات فقط من بينها اجراءات اصبحت عبر اداره المسح العقاري. لافتا في هذا السياق الى ان تحويل المعاملات والخدمات المساحيه ادى الى نمو الايرادات لدى شركات المسح الخاص بنسبه 28% نتيجه لخفض الدوره المستنديه لذلك. سعيا للارتقاء بالخدمات المقدمه للجمهور وايمانا بمنافع التعاون والتشارك في تحمل المسؤوليه لتطوير اليات العمل جاء هذا اللقاء بين جهاز المساحه والتسجيل العقاري وعدد من شركات القطاع الخاص للوقوف على سبل الارتقاء بالتعاون واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات المسح العقاري. ربما اداره المسح العقاري هي من اول الدوائر او الادارات الحكوميه اللي تشاركت وتعاونت مع القطاع الخاص من ثمانينات القرن الماضي لكنها كانت الخدمات محدوده. الحمد لله احنا في السنه هذه الماضيه ابتدينا مبادره بدعم من الحكومه الرشيده الموقره وقمنا بتحويل جميع الخدمات المقدمه من اداره المسح العقاري اللي تقارب تقريبا اربع خدمات الى مكاتب المسح الخاصه. فاليوم احنا الله يسلمكم لا نقف عند هذا الحد فقط راح الله يسلمكم نحول المزيد من الخدمات في الادارات الاخرى التابعه للاداره العامه للمساحه في اداره المسح الطبوغرافي واداره المسح البحري لتحقيق التوجه الحكومي فيما يخص اشراك القطاع الخاص. اشراك القطاع الخاص في اعمال المساحه اعطى نتائج جدا ايجابيه ل المساحه بشكل عام اشراك القطاع الخاص في عمليه المسح العقاري ادى الى قصر او تقليل فترة العمل المساحي الذي كان قبل استغرق حوالي شهرين أكثر أصبح الآن في حدود أقل من شهر وأقل كذلك سرعة في تقديم الخدمات وجودة عالية وتعاون بناء أثمر عنه إشراك المكاتب الهندسية الخاصة لتقديم خدمات المسح العقاري في بادرة حازت على رضا وثناء العاملين في هذا المجال بشكل واسع لاشراك القطاع الخاص ابتدت في تقريبا يناير 2023 وكنت كانت المبادرات يعني ان التوجه ان اشراك القطاع الخاص في جميع معظم الاعمال المساحيه والحمد لله يعني اليوم اشوف ان في تطور في هالشيء هذي وفي اعمال تحولت الى الشركات الخاصه كانت تقوم بها اداره المسح العقاري. احنا ايضا كمكاتب اثرت فينا هذه المبادره ايجابيا خاصه عندما وجدنا المتابعه الحثيثه من المسؤولين والقائمين على الجهاز واداره المسح العقاري بالذات والتفاعل في المقترحات والاخذ بها والخطوات التي تمت خلال هذه الفتره القصيره التي تعكس جدية ومصداقية القائمين على الجهاز للعمل والتطوير في اجراءات المسح والتسجيل العقاري. تطوير الخدمات المقدمة للجمهور عملية مستمرة تشهد تجديداً وتحديثاً مستمراً تتعاون فيه مختلف الأطراف الفاعلة سعياً لتحقيق أهداف استراتيجية مهمة تتمحور حول تطوير خدمات القطاع العقاري بشكل عام. في مملكه البحرين. جهود فاعله ومبادرات مميزه يقوم عليها جهاز المساحه والتسجيل العقاري تتمركز حول اشراك القطاع الخاص بشكل فاعل تنفيذا للرؤى والتطلعات وتطويرا للخدمات المقدمه لمختلف المستفيدين منها بكل جوده وفاعليه. يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين.